بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. النهارده هننقل لحضراتكم مباراه القمه، نهائي دوري 2021 لدوري المحترفين لكره اليد، الاهلي والزمالك. المباراه الحاسمه اللي هتتقام ان شاء الله الساعه 9، يعني بعد الساعه 10، يعني بعد حوالي ساعه من الان، على مجمع الدكتور حسن مصطفى بسادس من اكتوبر. في البدايه طبعا قبل ما اتناول تشكيل الفريقين والمباراه تحليليا، بحب ارحب بضيوفي الكابتن حسام غريب نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق واللي مشرفنا قناه النادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. كابتن عايزكم شكرا، وشكرا على قناه النادي الاهلي الاستضافه الثانيه، وحاسس ان هو بقى بيتي بقى خلاص. يا كابتن ده بيتك، وده يعني تشرفنا بوجود حضرتك، وطبعا شرف ليا يا كابتن عيسم، والله شرف ليا. وطبعا برحب بالكابتن كريم القاضي، طبعا حارس مرمى منتخب مصر والنادي الاهلي، ومن احد اللاعبين اللي كان ليهم حتى تاثير كمدرب، يعني هو بس ما راحش في اتجاه اللعب ولكن تدريب دبي ورجع في الامارات، والان مدير فني نادي الجزيره. اهلا بك يا كابتن كريم. اهلا وسهلا كابتن عيسى، نورنا. دي يمكن اول مره تنورنا فيه. طبعا ده ناديه وقناه، وانا سعيد اللي معاك كابتن عيسى. شرفنا يا كابتن. تسلم يا حبيبي. معانا طبعا كابتن محمد عبد الوارث، نجم منتخب مصر السابق ونجم طبعا نادي الاهلي ومدير فني الشباب الطيران او نادي الطيران الحالي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك كابتن عيسى، منورنا ومنور قناه النادي. الله يخليك، منورك يا عيسى. الله. كابتن حسام، اجي لحضرتك، يعني مباراه النهارده مباراه مهمه جدا، شايف وضع الفريقين ايه قبل المباراه؟ احنا طبعا في اللقاء اللي فات احنا قلنا مش هيبقى فيه تغيير، لان هو الموضوع كله 48 ساعه، لكن النهارده بتختلف عن المباراه اللي فاتت من الناحيه النفسيه شويه، يعني ممكن هنعلي الناحيه النفسيه لكل فرقه. الفرقه الاهدى والملتزمه كفتها ترجح، احنا لغايه دلوقتي ما دخلناش في فنيات صحيح، لكن الاهدى زي هنبتدي سيناريو صغير كده قلناه المره اللي فاتت ولقينا منه، وانت قلت لي انا اتفرجت على الماتش لقينا منه 80% او 90%. السيناريو، هل النادي الاهلي اول 10 دقائق هيتخطف زي اللي حصل اللي هو النادي الزمالك بيلعب على ان محمد علي، بص السيناريو ما بيتغيرش، محمد علي بيشيل بيعمل فرق 3-4، الاحمر الدرع بيعرفوا في بدايه صحتهم في بدايه المباراه بيبقوا فايقين جدا، فبيخلوا السكور مع محمد علي مع الاحمر مع الدرع، السكور بيوصل 3-4 فرق. دي اول 10 دقائق بيخطفوا فيها النادي الاهلي. بعد كده النادي الاهلي يبتدي يفوق، عشان كده بقول لك المباراه دي كفتها للنادي الاهلي اعلى سنه. هتقول لي ليه؟ هقول لك، لان هو من خساره فرق 6 فنش الشوط الاولاني فرق 3، بعد كده ركب الشوط الثاني من اول الدقيقه 21 بقى ليدنج 2-2، وهو والزمالك يعوض تعمل 8 يبقى عنده تمام. دي اول بس دي مرهون زي ما حضرتك قلت بالبدايه، الاستارتنج عامل ايه؟ اكيد طارق محروس اتفرج على الماتش مره واثنين وثلاثه، واللعيبه اتفرجت على الماتش مره واثنين وثلاثه، فهي الحته الاولانيه دي الاخطاء الذكي النهارده اللي اتعلم من اخطاء اللي حصلت في المباراه اللي فاتت، لان مفيش وقت يا كابتن عيسى، ده 48 ساعه شغل منتال كله. برافو عليك، دي اول حاجه. تاني حاجه الالتزام، اللي هيلتزم بالملعب هيكسب، التسرع هيبقى ضده، لان التعويض في ماتش زي كده هيبقى صعب. صحيح. تنشنه وتوتر والكلام ده كله هيبقى صعب جدا. صحيح، وصعب يتعوض، وهيبقى النهارده اللي هيفرق كتير وهيبقى صعب عليه انه يعوض جدا. صحيح. والاهم من كده بقى ان الماتش بتاع النهارده دي مش بطوله، دي كذا بطوله، يعني اللي هيكسب النهارده يا كابتن هيثم هيبقى نسبته في مكسب الكاس يوم السبت معنوياته عاليه، يطلع افريقيا في شهر 5 معنوياته اعلى قوي، كسبان في خلال اسبوعين او شهر 3 بطولات دي. صحيح. احنا جربناها، فالموضوع بيبقى مختلف. صحيح. فالنهارده انا ضم صوتي لصوتك يا كابتن، مباراه النهارده فعلا مباراه مهمه جدا، ثلاث بطولات. صحيح. كاس عندك يوم السبت. صحيح. فالخلاص اللي هو بيقول لك ايه المثل، يقول لك ايه، اللي ذاكر ذاكر اللي ذاكر. داخلين على الجد على طول، بس احنا عايزين نتفرج على ماتش. صحيح يا كابتن، وهنشوف ان شاء الله ماتش. كابتن كريم، راي حضرتك ايه النهارده في المباراه واستعدادات الفرقتين زي ما قال كابتن حسام مبنيه على الماتش باول امبارح؟ انا عايز ابدا من اول ما انتهى كابتن حسام. كابتن حسام اتكلم في نقط مهمه جدا، وانتهى هنبدا ازاي. احنا هنبدا، هل احنا هنبدا زي ما بدانا المره اللي فاتت، ولا هنبدا زي ما انتهينا؟ كل تغييرات النادي الاهلي كانت ناجحه. يعني كابتن طارق محروس بدأ بإسلام عنصر خبرة
وحسين زكي كان مذاكره واللعيبة عارفة بعض في المنتخب كويس. يعني وقفوا مفعوله كتير. طلعوا نزل أسامة الجزيري. أسامة الجزيري عمل ماتش هايل. نفس الكلام في الرايت وينج عندك كاستيلو هو الأساسي في الرايت وينج. ولا استلم ولا كورة، ما جابش ولا جون في الشوط الأولاني. راح سحبه كبيرة. راح سحبه في الشوط الأولاني. راح منزل عمر سامي، ولد اسمه عمر سامي صغير هايل، جايب في اول 11 دقيقه جايب 5 تجوان الماتش اللي فات. وضربات الجزاء كان كويس بيها جدا، ده 3 تجوان من ضمن الخمسه، جايب 5 تجوان، عمل كامباك للجيم، منهم اول تقدم كان الماتش اللي فات 19-18. اول تقدم ده كان هو اللي جايبه في الدقيقه 8. فهل هيبدا بعمر سامي ولا هيبدا زي ما بدا؟ هي دي، نبدا ازاي الستارت ازاي جدا. هنبدا باسلام ولا نخليه في الاخر عنصر الخبره؟ سته اللي حصلوا بتوع الماتش بالظبط. هبدا ازاي؟ هبدا باللي فايق ولا هو هيراهن باللي معاه واللي عنده ثقه فيه حسب ما كابتن طارق هو ادرى واحد فيه من الناحيه دي. هي البدايه الستارت بتاع الجيم هو اهم حاجه. صحيح. الستارت بتاع الجيم. صحيح. الجيم بتاع النهارده ده من وجهه نظري الشخصيه هو مش بتاع الكومبو، مش بتاع المراكز اللي جوه خالص، مش الناس كلها عارفه بعض، واجمد لعيبه في مصر ومنتخب مصر بقى بيلعبوا في النادي الاهلي في الليفت باك والميدل باك والرايت باك وعلى البيفورت، اقوى اربعه هنا واقوى اربعه هنا، في زحمه. اللي يستغل الوينجات ويعمل ستريتشنج للملعب هو ده اللي هيكسب. عندك سيسا هو مربط الفرس الماتش اللي فات، عندك عمر سامي لوحدهم جابوا فرق 8 تجوان، جايبين منهم 6-7 تجوان هم بس. صحيح. والنجوم بتحفظ بعضها كتير جدا، وقفوهم كتير جدا. يحيى الدرع وقف، الاحمر وقف، حافظين بعض هم اللعيبه. حافظين بالظبط. فاللعيبه بيعمل ستريتش ويدخل عناصر جديده، عناصر جديده ولعيبه صغيره بتجري فاست بريك. التكتيك بتاعه هو ده اللي هيقدر، البدني بتاعها كويس، حاجات كتير جدا. اللي هيكسب من المديرين الفنيين سواء كابتن حسين زكي سواء كابتن طارق محروس، انا شايف النهارده اللي هيعتمد على الوينجات هو ده اللي هيكسب، اللي هيفتح الملعب هو ده اللي هيكسب. صحيح. طب يعني كابتن محمد اجي لك برضو، خليني اقول ان زي ما كابتن حسام برضو قال في فتره من الفترات ان نادي الزمالك عنده لعيبه عندها حلول شويه. تمام. يقدروا يخلصوا كوره، يفكوا اللوغاريتمات الدفاعات. تمام. هل النهارده بعد فوت 48 ساعه من المباراه نقدر نستغل ده ونوقف المفاتيح لعب نادي الزمالك؟ انا شايف طبعا ان هو ان كابتن طارق اكيد زي ما كابتن حسام قال اكيد ذاكر الماتش مره واثنين وثلاثه وعشر، واللعيبه نفس الكلام، حصل عادات وفيديوهات وكلام في الماتشات والاخطاء اللي حصلت في بدايه الماتش دي اكيد مش هتتكرر. وكانت البدايه كانت عند النادي الاهلي كانت دفاعيا ما كانتش هجوميا من وجهه نظري، وكان في تسرع كده. هو ما التسرع عشان انا في حاله خساره فبتحصل معايا تسرع، فهي دي النقطه اللي حصلت. لكن انا كان عندي مشكله في الدفاع فعلا، ان انا ما كانش في حد بيقابل يحيى الدرع. يحيى الدرع كان بياخد الكوره من الستة متر عندهم بين دفاع دريبلينج لغايه التسعة متر، ما حدش كان بيوقفه، ما حدش كان بيقابله. ده عملها في الشوط الاولاني في بدايه. صحيح. اول ربع ساعه عملها فوق الاربع كور، فدي طبعا كانت نقطه ضعف حصلت في المباراه. تاني حاجة أنا شايف إن كابتن طارق من وجهة نظر يعني إن هو لازم يلعب بكل قوته في بداية المباراة. إن هو النقطة كابتن كريم قال، يعني كابتن كريم قال طبعا اللي هي كانت التغييرة بتاعت كاستيلو وسامي. التغييرة دي اللي نجحها إن هم بدأوا يلعبوا على برا الملعب، عشان كده عمر سامي بدأ يستلم كتير، سيسا بدأ يستلم كتير وبدأ يخش كتير. فهي دي هو ده اللي نجح الوينجات. لو الشوط الأولاني كان بدأ بنفس السيستم وكاستيلو موجود كان هيحصل نفس القصة، إن كاستيلو احنا قلنا الشوط الأولاني كاستيلو ما استلمش ولا كورة. صحيح. فبالتالي إن الملعب لو كان لعب على بره شوية كان كاستيلو هياخد نفس الكور بتاعة عمر سامي، وكان الوضع الطبيعي بالظبط في الشوط الأولاني ما كانش السكور ده هيفرق. فانا شايف من وجهه نظري ان هو كبدايه ان هو يبدا بكاستيلو عشان ما يوقعوش، دي رقم واحد طبعا، لانه هيبعد لو حس بالظبط. لو هو لو ما بداش هيحس لو احتاجه في الماتش، لو عمر سامي لا قدر الله مش موفق، لما يجي نازل كاستيلو هيحس ان هو لا انا في يعني حصلت حاله شك، فدي لما بتخش في اللعيب فدي بتاثر عليه. فانا شايف ان هو يبدا بكاستيلو في الوينج رايت، ومحسن رمضان يبدا مش باهر. محسن رمضان عامل ماتش هايل، فلازم يبدا بمحسن رمضان، يبدا باسلام حسن، يبدا بالجزيري في الباك ليفت مع جنب اسلام حسن اللي هي الفينش اللي كابتن كريم قال عليه ان هو كان بدا يسيطر على الملعب. فالجزيري في الوينج في الباك ليفت، وسيسا في الوينج ليفت، واحمد عادل طبعا اداء هايل وعالي جدا في طول المباراه.
على الدايره و... لا انا كمان عايز اعرف من حضرتك واضح حراسه المرمى. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل اعلاني سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل تغطيتنا المستمره لقاء القمه الاهلي والزمالك في كره اليد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم تغطيتنا المستمره لمباراه الحسم ومباراه القمه الاهلي والزمالك في نهائي دوري المحترفين لكره اليد موسم 2021، والتي ستنطلق في تمام الساعه 10 في صاله مجمع الدكتور حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر. قبل الفاصل يا كابتن محمد كنا بنتكلم عن حراسه المرمى بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الزمالك. يمكن النادي الاهلي عنده ازمه، ولكن طه كان عند حسن ظن الجميع. اكيد طبعا طه من اللعيبه الهايلين جدا، ليهم مستقبل كويس جدا، بس هي الظروف بس كانت في البدايه من اول ما خلص منتخب الشباب بتاعه وطلع الدرجه الاولى، هي كانت الازمه اللي كان قدامه لسه حارس مرمى شاب عصام الطيار، فهي دي اللي حصلت معاه. فالفكره كلها ان هو اثبت ان هو يستحق ان هو يبقى موجود في غياب عصام الطيار. انا بحييه جدا، وانا بصراحه كانت حصلت ما بيني وما بينه مكالمه فعلا بجد انا ما كنتش متخيل. كلمت ليه يا كابتن؟ حسيت ان انت محتاج لا كان لازم اكلمه، كان لازم يحس ان كل الناس في ظهره، كان لازم يحس ان هو فعلا ادى دوره اكمل وجه بصراحه، ما قصرش من اي حاجه، وده واجب علينا ان احنا لازم نبقى في ظهرهم في الفتره دي. انا بصراحه كلمته يعني كنت ما كنتش متخيل ان هو هيبقى في قمه الباور اللي هو موجود فيها، واللي هو عنده الثقه بالظبط، عنده ثقه كويسه جدا بصراحه، وهو وعدني ان شاء الله المباراه دي ان هو هيقاتل لاخر ثانيه في المباراه، وان شاء الله هيبقى اداؤه اعلى من الاداء في المباراه اللي فاتت، وان شاء الله كده ربنا يوفقه، وان شاء الله يعني ربنا يشفي عصام الطيار كده ويبقى موجود مع طه ان شاء الله. كابتن يمكن برضو انت كنت حارس مرمى ومنتخب مصر والنادي الاهلي يا كابتن كريم، فاكيد انت حاسس باحساس حراس المرمى. ودلوقتي في كره اليد الحديثه حارس المرمى عدى 50% يعني 60-70% طبعا. كمان طبعا. شايف النهارده اداء الفرقتين، خلينا نتكلم عن الفرقتين سواء في حراسه المرمى هنا او هنا، مين الكف ارجح؟ انا شايف الحراسه في الاهلي، في الاهلي الولد عبد الرحمن طه ده لازم يبدا النهارده، حتى لو الطيار موجود لازم ابدا بالصغير، لازم ابدا من حيث انتهيت. الراجل ده لو الطيار موجود ان شاء الله معانا قوه ضربه بره، مش هيتهز مهما نزل في اي وقت في التايم، لما ينزل في الجيم مش هيتهز. اما عبد الرحمن طه الجون نصه اكتر من نسبه 50% في ثقه في نفسه، هو الوقت ده زي ما قال كابتن محمد عبد الوارث ثقته في نفسه عاليه جدا، صحيح. لازم انزله هيشيل لو نزل وبدا حتى لو الطيار موجود. محمد علي جون الزمالك جون كبير وجون راسي وعنده خبرات كبيره وعنده خبرات كتير ومش اول مره يقف، ومن افضل انا شايف من افضل ماتشات مباريات محمد علي طول السنه قدام الاهلي وزمايله ومنتخب سوا وكل حاجه. فانا اذا الكفه متساويه، خلينا نشوف. انا شايف الكفه متساويه تماما بعد ظهور عبد الرحمن طه بمستوى المباراه اللي فاتت. كابتن حسام اجل حضرتك يمكن حضرتك ليك بعض الملاحظات المهمه الفنيه بقى ديبلي في المباراه اللي فاتت، حته انه في اجهزه فنيه بتعتمد على الشباب وبتعمل ريبليس للشباب مع او دمج الشباب بالخبرات، ولكن بيدوهم الفرصه الحقيقيه، يعني بيستعين بالشباب وبيديله فرصه في الملعب. شايف ده ينطبق على اي فرقه من الاثنين؟ برافو عليك السؤال ده، لان ده فعلا حاجه مهمه جدا، ده مش في مصر بس، ده العالم كله شغال بيه، لكن احنا هنا في فرق بس اللي بشغلها بالفعل، يعني يعمل قطاع ناشئين، ياخد من قطاع الناشئين اللي هو سواء المرتبط اللي هو 2002 و2000 ويدعم بيه الدرجه الاولى، لكن ما بيدعمش بيها كابتن هيثم الدرجه الاولى في ماتشات تعبانه، ماتشات بيطلع اللعيب حاطط 5 تجوان و7 تجوان و10 تجوان والكلام ده، مش هو ده. اخدها ستيب باي ستيب، انزله ماتش تاني بس في الجد، لكن عشان اعلي مستواه لازم انزله ماتشات تقيله. لو زي في النادي الاهلي انزله ماتشات زمالك، قبليها انزله ماتشات سبورتنج، انزله ماتشات اليوبلس، ابتدي العب بيه. وده اللي نجح بيه بالفعل واللي كنا لسه بنتكلم فيه، ان انت النهارده انا ذاكرت وانت ذاكرت، مذاكر الدفاع ومذاكر الهجوم، الفيصل اللي بيني وبينك ايه؟ ملعب. مش خبره اللعيب يا كابتن هيثم، سرعه اللعيب. انا مش هقدر اجيبك، انا حفظت عبد الوارث، انا حافظ عبد الوارث، لكن عبد الوارث اسرع فمش هقدر اجيبه. هي دي الكفتين المختلفين في الاهلي والزمالك. الاهلي طارق دمج
الشباب مع سرعه بيحب الجري، فما شاء الله اللعيبه واقفه وفايقه لعيبه صغيره. وخد بالك طول ما اللعيب بيلعب ماتشات اهلي وزمالك بيكتسب خبرات اكتر ما تلعبه صحيح. السيزون ده كله أهلي زمالك مع كل الفرق صحيح. برافو عليك. طب مين المدربين يا كابتن نجحوا غير كابتن طارق محروس في هذا النظام او هذا السيستم؟ عماد ابراهيم في الطيران، انا اتفرجت كنت بتفرج على شويه ماتشات كده، عماد ابراهيم عامل جيل حكايه من 2002 ل 2000 فين في الدرجه الاولى بيلعبوا، يعني عنده على ما اظن باك رايت، في عنده الباك رايت وباك ليفت مواليد 2000 دول معايا 2000. دول بيطلعوا معاه طول الموسم طول التمرين، انا ما اعرفش ان عبد الوارث وينج رايت كمان ماسك الطيران وينج رايت كمان حلو ماسك شباب الطيران، لكن بيلعبوا يا هيثم رميهم في الملعب وبيطور فيهم. فده مدرب صح، ده مدرب ماشي على التراك صح. في مدرب يقول لك ايه احنا عملنا نتيجه بس خلينا نكلم حضرتك يعني كنت نجم ونجم كبير، المدرب عايز يكسب يخاف اعمل هي دي بقى فهمت انا قصدي. بص يا كابتن عايز هتيجي تقول لي يخاف يسيب البنج ويمشي ما يمرنش صح، اللي يخاف يروح في اي حاجه لعب تدريب في اي حاجه، وانا هقعد قافش في السبع لعيبه بتوعي مدى الحياه. مفيش دلوقتي يا كابتن الكلام ده، فين الصغير وطوره؟ ما هنا يبان المدرب بقى، المدرب اللي عايز على الجاهز ولا المدرب اللي بيتعب عشان يعمل لعيب. سيبك من النتيجه، النتيجه هتيجي بعدين صح. يعني انا بقول حسام برضو رؤيه المدرب اذا كان ده انا واثق فيه ولا لا ولا بالظبط، هي دي اهم حاجه. رايك ايه يا كابتن كريم في الكلام ده؟ انا رايي انا مع كابتن حسام طبعا. اللي هيفرق النهارده مباراه النهارده عنصر الشباب السرعه، وكابتن حسام بيراهن على كده. انا براهن على كده، حسام بيراهن على كده، والمباراه بتاعت النهارده دي هتخلص في الشوط الثاني. هل الزمالك هيجاري الديفنس والفاست بريك بتاع الاهلي الشوط الثاني ولا مش هيقدر؟ كابتن انت فاكر لما كنا بنتفرج على الماتش المره اللي فاتت واحنا في الكواليس يعني اثناء المباراه والفرق وصل 6 وبتاع، انا قلت لك يا كابتن انا يعني برضو انا راجل بتاع سله يا كابتن، فبقول لك كابتن قلت لك يا كابتن بقول لك ايه ولا حاجه ده لسه ولا حاجه. وعبر اسالك ماتشات اهلي، ماتشات اهلي ما هو الاهلي عدى يا هيثم ده عدى مر 3 مرات فرق 2 بالظبط خلاص هو ابتدى يفوق. فهي دي النقطه اللي بقول لك ازاي المدرب بخبرته ورؤيته ويعرف ازاي يطور لعيبه. انت النهارده ما زعلش مني نادي الطيران كان فين؟ انا مش ما اقدرش اقارنك بالاهلي، ما اقدرش اقارنك بالاهلي خالص، لكن انا بقارنك بشغلك بامكانياتك. شوف انت بتطبق ايه في الملعب. برافو عليك. النهارده طارق هيستغل النقطه دي هيخلص الماتش بدري. طب خلينا ناخد رايكم كباتن في كوره الماتش اللي فات وشير حواليها ضجه كبيره جدا او كذا كوره، يعني خلينا ناخدها واحده كوره لوكا اللي طبعا اشار فيها الحكم انه داس اللاين، واحنا بنقول انه ما داس اللاين ما احنا باينه يعني تمام. ولكن كان في قبلها لعب سلبي كان قبل التايم اوت، لا بتاعت محسن الفاول وديتين الفاول بالظبط الفاول اللي قبلها صح ايوه قبل دي قبل بتاعت لوكا تمام قبل بتاعت لوكا قبل بتاعت لوكا اللي كان داخل وداخل يشوط واتضرب فاول وديتين تمام دي كانت فاول ديتين حضرتك شايف كده طبعا وحضرتك شايف كده يا كابتن طبعا. بس انا عندي ملاحظه صغيره دي الخبره بقى هي اللي بتتكلم بقى في النقطه دي، ان انا معايا الكوره مهما كان ما سيبهاش انزل بيها ما شوتش دي رأي ده دي وجهه نظري بيها ما انزلش بيها ما شوتش ما هو اللعيب كان ماسك 100 تيشرت انا ايه دي كوره كده كده هيتعزف اقول ليه انا عايز اجيب جون اشوط ما هو التريتيكال تايم ده الفكرة دي. مش عايز الجون هو عايز التايم بس الطايم. احنا بس هي صح 100% فاول دقيقتين الكوره اللي بعديها بتاعت لوكا كابتن حسام مذاكر على فكره كويس اول ماتش ماشي الكوره بتاعت لوكا ما دس على الخط بس كان في لعب ما دس لحق ربنا بس كان في كوره الحكم رفع قبليها اشاره اللعب السلبي واتاخد تايم اوت فنسى المدير الفني لنادي الزمالك نسي ينبه لعيبته خلي بالك احنا نازلين على لعب سلبي اشارة لعب سلبي اترفعت ففي عدد باسنج معين والله انا شايف كابتن هيثم كويس اللي حضرتك اثرت النقطه دي عشان هي لغايه النهارده في لغط كبير بسبب كل هو من حركه هي في حركه واحده بس للحكم غلط هو الحركه الاشاره هي غلط اما هي اشاره الحكم اللي غلط الاهلي ملوش علاقه خالص الكره سلبي انت ليك 6 باصات الكرة اللي احمد الاحمر بيسيبها لوكا على الدايره الكرة دي كانت السبعه الباصه السبعه هو صفر فهو صفر اما اللي هي الكرة على فكره لوكا مش قاطع من على السته كمان ده لوكا قاطع من على 9 متر على 9 بره فهي اصلا مش هي من بره هي حق الله هي بس خليني اقول حق الله يعني كان المفروض يعني انا طلبت تايم اوت وفي اشاره سلبي يبقى اول ما يجي اللعيبه وهي نازله الملعب خدوا بالكم لينا 6 او حتى التكتيك اللي هديهولك في الملعب هو كان فاضل 3 باصات على فكره لما حصل التايم اوت الحكم شاور 3 باصات
تمام. لو رجعنا الفيديو يا ريت تجيبوا لنا الكره بتاعت هي دي الباصه السبعه اللي راح لوكا. بس برضه يا جماعه زي ما انا بقول مدير فني بيبقى متنشن طبعا بتبقى متنشن طبعا الحكم بيبقى عليه ضغط غير طبيعي وبالذات زي ما قلت لك الفيديو اللي فات في الثواني الاخير دقيقتين اخر ثلاث دقايق والسكور درو السكور اللي بيبقى تعادل ماتشات اهلي وزمالك وده حكم بشر لازم 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 هيبقى تنشن تنشنته دي ممكن تيجي على فرقه. وانا دايما مؤمن بحاجه يا كابتن، مؤمن ان اخطاء التحكيم جزء من متعه الرياضه. ده ايماني ان الاخطاء دي بتحطك في سيتويشن انت مش ما دي ما تخلق لك وضع انت مش متفاجئ بيه فبيخليك تطلع اللي عندك. وفي مدرسه تانية تقول لك انا مش عايز اوصل تخلي الحكم متوتر اكسب بفرق 2 3 3 3 خلاص وانا رايح خلاص الماتش. دي حقيقه في مدرسه كده وفي مدرسه كده. فالقصد اقول لحضرتك ان الماتش اللي فات كان فيه الجون الاخير الحقيقه اللي هو اتحط اسامه حطاب من ورا ظهره على الدايره بتاعت اسلام بتاعت اسلام والكره دي حطها من ورا ظهره. الحقيقه انا عشان اقول انا مش قادر احكم دي فعلا انا اتفرجت عليها كذا مره هي بالظبط الكره اتثبت من ايد الجزيري لاسلام. اسلام اول ما استلم الكره وهو بينط كانت الصفاره حصلت فاوريدي لما اتمسك المفروض لو كانت في ثانيه او ثانيتين زياده كانت ضربه جزاء رسمي او جون رسمي. رايك كده يا كابتن كريمر؟ القانون طبعا بس انا بتكلم في القانون القديم. اهي بص يا كابتن اهي بص على الشاشه اهي دي كوره لوكا الثالث تايم اوت اهو هو ده الصح. لو عدينا عايزين نرجع انا عايز نرجع انا عايز ارجع قبل التايم اوت. هي دي ايوه هي دي ما عايزين نرجع من الفاول لما خد التايم اوت. الفاول اهو الفاول اهو بص لا انا مش عايز دي انا عايز الاول خالص. كام باصه يا جماعه يعني كام باصه اللي حصلوا قبل دي يا ريت تجيبوها عند التايم اوت بالظبط. اول ما حكم حسب تايم اول ما الملعب وقف تايم اوت الحكم شاور بايده ثلاث باصات اول ما الفاول واحمد الاحمر باصه الكره الاخيره هنجيبها يعني هي دي بقى الاخيره دي الكره الاخيره حضرتك بتقول والكره راحت في ايد اسلام اول ما نرجع بيها بس بص ايوه اول ما سابها استلم هنا صفر هنا بقى هنا وهو بينط صفر خلاص صفر كل ده صفر. بص بقى كابتن هيثم هي دي الموضوع ده كابتن هيثم القانون القديم كان عامل زي الباسكت طول ما الكره في الهواء والحكم والصفاره ما تقطعهاش القانون القديم وهي في الهواء ممكن تيجي جون عادي حتى لو الطين وقت الصفاره تقطعها. القانون الجديد لازم تعدي خط المرمى يعني الصفار لازم الكوره تدخل الجون وتعدي خط المرمى والصفاره تضرب عشان طيب كويس ان احنا فتحنا الجدال في الكام كره دي بس خلينا اسلام مش جون مش جون. طب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع سريعا عشان نكمل تغطياتنا المستمره مباراه القمه الاهلي والزمالك في نهائي دوري المحترفين لكره اليد ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد مكملين تغطياتنا المستمره مباراه القمه مباراه الحسم ومباراه النهائيه لدوري المحترفين لكره اليد الاهلي والزمالك في تمام الساعه 10 ان شاء الله وهتقام على صاله الدكتور حسن مصطفى. يمكن كابتن حسام اجي لحضرتك في البدايه كنا بنتكلم على رئيس الجهاز ودوره مع كل فريق حضرتك كان ليك حاجه عايز تقول على هذا الموضوع. طبعا انا بقول كابتن ياسر رملي اضافه كبيره للنادي الاهلي اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. هتقول لي وظيفه رئيس الجهاز هو اللي بيخلي المدير الفني ماشي على التراك الصح. نعم من صفقات بيعدله كل حاجه من خلال طبعا مش من هو من خلال الجهاز الاداري اللي معاه. لكن ياسر رملي بيمتاز ان هو راجل هادي جدا لعب هاندبول وفاهم ولعب مع اباطره كرة اليد واشتغل مع مدربين عاليين جدا زي كابتن جمال شمس الله يرحمه فعنده رؤية حتى نفسيا مع اللعيب بيعرف رئيس الجهاز الناس فاكراه ان هو اداري بس حاجة يدي تعليمات وعلى رأي عبد الوارث يمضي لا بالعكس صحيح المسار وتقويمه وكل شيء ونفسيا مع اللعيب من حقه ان هو يقعد مع اللعيب ومن حقه ان هو يديله دفعة معنوية ومن حقه يقعد مع المدير الفني يعني هو الأساس هو المخ بتاع الدنيا دي كلها. فأنا أنا بشكر ياسر رملي ان هو غير منظومة كرة اليد في النادي الأهلي. تمام يا كابتن. طيب خلينا عشان الوقت بيمر نستعرض مع حضرتك قائمة رجال يد نادي الزمالك. اتفضل يا كابتن. عندي أكرم يسري وينج رايت مصطفى خليل
احنا النهارده قلنا اوكي ان هو هيلعب ان شاء الله. خط خلفي مصطفى بشير خط خلفي، علي هشام خط خلفي، احمد مؤمن وينج ليفت، هشام السبكي حارس مرمى، مازن رضا، احمد حسام وينج رايت باك رايت، لوكا هاف، خالد بيفوت، خالد وليد، وسام دايره، عمر الوكيل وينج ليفت، يحيى الدرع، حازم ممدوح، احمد الاحمر خط خلفي، فلفل حارس مرمى، محمد علي حارس مرمى، ابراهيم عربي وينج رايت، غياب حسن ومحمد رمضان، حسن قداح ومحمد رمضان. دول اللي تقريبا دول اللي هم هيبقوا بره. طب كابتن كريم اجي لحضرتك عشان نستعرض قائمه رجال يد الاهلي، اتفضل يا كابتن. عندنا محمد، عندنا ممدوح طه في الباك رايت، في عمر ياسين في الباك ليفت، محسن رمضان باك رايت، في الوينج ليفت عبد العزيز ايهاب، في اسلام حسن بيلعب بلاي ميكر، في عبد الرحمن فيصل في الباك ليفت، في بدراوي باهر بدراوي في الرايت باك، في الرايت باك في الباك رايت يعني، عبد الرحمن طه، سيسا، محمد جمال، عمر سامي، ابراهيم المصري، نعمان، احمد راضي، احمد عادل، الجزيري، الطيار، وهيلعب ان شاء الله باذن الطيار الله. هيشارك النهارده ان شاء الله باذن الله في القايمه يعني، ما نعرفش بقى ان شاء الله مشاركته او عدمها دي ان شاء الله بيد الجهاز الفني باذن الله. وفي اخر واحد كاستيلو في الوينج رايت ان شاء الله. تمام. وفي برضو اتنين هيطلعوا في القايمه ال 16 دول. في هنعرف قبل المباراه اكيد، الزملاء هيبلغوني. تمام. مين اللي هيكون بره. طيب كابتن محمد اجل حضرتك، محتاجين نستعرض الجهازين الفنيين لكل الفريقين، اتفضل يا كابتن. الجهاز الفني للنادي الاهلي كابتن ياسر رملي رئيس جهاز، كابتن طارق محروس مدير فني، كابتن محمد يحيى مدرب عام، كابتن مهند السحيلي مساعد مدرب، كابتن محي صلاح مدرب حراس مرمى، كابتن هاني النجدي مدير اداري، كابتن طارق ادوان اداري، كابتن حسام عناية مخطط احمال، دكتور محمد ابراهيم طبيب الفريق، دكتور مصطفى نجيب اخصائي علاج طبيعي، كابتن محمد شهير ده مدلك الفريق. ده الجهاز بتاع الفريق النادي الاهلي، جهاز فني نادي الزمالك. كابتن حسن يسري قائم باعمال رئيس الجهاز حاليا، كابتن حسين زكي المدير الفني، كابتن حسن يسري مدرب عام، كابتن ابو بكر صلاح مدرب حراس مرمى، كابتن حماده عبد الباري مدير اداري، كابتن احمد صلاح مخطط احمال، كابتن عمرو علي طبيب الفريق. صحيح. وخلينا اقول يا كابتن برضو انه يمكن الجهازين الفنيين يعني متشابهين شويه، بس النادي الاهلي يا كابتن حسام عنده حته التخصصيه يعني. يعني مخطط احمال، طبيب الفريق، عندك مدير اداري غير الاداري، يعني في شويه تخصصات، مدلك يعني فارق في التخصصات، بتهالي ده بيدي بيرفورمانس احسن للجهاز طبعا. بس هو السؤال يعني اكمله لك جهاز، ما احنا هنا انا يعني حسن يسر القائم بعمل رئيس الجهاز، وحسن يسر المدرب العام، هي ما تزعلش مني، مين اللي عمل الجهاز ده؟ لان ما ينفعش رئيس جهاز يبقى مدرب عام. هو كان مدرب عام وحصلت تغيرات. حلو، خلينا بص بقى موجود رئيس جهاز. ما هو بقول لك حاجه، رئيس جهاز او قائم برئيس جهاز دي حاجه اداريه بحته. طبعا ملهاش دعوه بالفنيات، زي ما بقول لك ياسر الرملي. تمام. اسف. حسن يسري المدرب العام ده داخل جوه التشكيل، ده داخل جوه الفنيات، ده داخل جوه كل حاجه. مع انت فاهم، هي دي النقطه لما ما هي دي النقطه كنا بنتكلم فيها. أيوة. في فرق يا كابتن بين حاجتين، المدير الفني والمدير الفني، اللعيبه واللعيب. اللعيب طول ما انا اعلى منه كمدير فني، وركز معايا في الحته دي، يعني ايه انا اعلى منه؟ عشان اقدر اسيطر عليه يا كابتن، اسيطر عليه. وفي لا حاجه ثانيه يا كابتن عايز، فكري انا كمدرب اعلى، هو ده اعرف ارد عليه، اعرف بتاعه. اعمل الروتيشن وانا اللي اغير، وانا اللي بدل، وانا اللي اقول كل حاجه. ده اللعيب. هل انت عندك الاهلي زي الزمالك؟ هقول لك لا. طب يا كابتن، هم بلغوني دلوقتي ان خلاص ممدوح طه اللي بره التشكيل الاهلي، واحمد راضي هو اللي بره التشكيل. احمد راضي كان من الماتش اللي فات كان عنده اصابه تقريبا، فهم دول خلاص بلغوني دلوقتي يا كابتن دول. ممدوح طه برضه نفس الكلام، كان وفي مفاجاه بتتحققوا منها نادي الزمالك، في مفاجاه. تمام. بس بتحققوا من معلومه حسن قد يغيب اثنين لعيبه تقال جدا، بس خلينا نتاكد، لان احنا برضو عارف بنعمل اكسس للمعلومه في النادي الاهلي اسرع طبعا.
بس الناس شغاله هتتاكد لي من المعلومات، لو المعلومات صحيحه تبقى مفاجاه في تشكيل نادي الزمالك. طب يا كابتن خليني اجي لك يا كابتن كريم، برضو محتاجين نتكلم عن التحكيم. انا ما بحبش اتكلم كتير عن التحكيم تمام، بس انا دايما احب اللعيب ما يركزش مع التحكيم تمام. المباراه اللي فاتت كان في خطأين ثلاثه في اخر المباراه تمام، لازم اللعيبه تعزل نفسها تماما عن الكلام ده طبعا. شايف ده مهم النهارده ولا اللعيبه في لعيبه الفرقتين هيركزوا مع التحكيم؟ الفرقه اللي هتركز مع التحكيم النهارده هتخسر. قولا واحدا، قولا واحدا، الفرقه اللي هتبص في ورقتها هي اللي هتكسب. صفر عليا، صفر ليا، العب بس كلام محترم. ديفنس فاست بريك، ودني مع المدير الفني اللي بره، قلب النهارده زي ما قال كابتن حسام، النهارده ديفنس قلب، رغبه في الفوز عشان ما فيش مباراه فاصله تاني. النهارده لازم يكون عندي رغبه في الفوز، لو تعادل في اكسترا تايم اول عندي هدوء نفسي، عندي هدوء نفسي، اسمع مدربي. انا مش هقدر اعمل الحاجات دي كلها وانا مركز مع حكام، مستحيل. كابتن محمد رايك ايه؟ طبعا انا مع كابتن كريم طبعا في كلامه. اسوأ حاجه في المباراه ان لعيب يركز مع حكم، دي اسوأ حاجه بنشوفها في المباريات كلها بتاعتنا. اول حاجه انا تركيزي بيطلع بره المباراه نهائيا، تاني حاجه انا ما بسمعش المدرب اصلا، انا دايما حاسس ان انا الحكم هيحسب عليا حاجه غلط، حتى لو ما حسبهاش غلط صح. انا بيبقى عندي حاجه جوايا ان هو بيحسب اي صفاره غلط بالزبط. حتى لو صح. فانا من وجهه نظري مباراه اهلي وزمالك دايما لما كنا بنلعبها انا رقم واحد، انا ودني دي مقطوعه عن الحكم خالص، ماليش دعوه بيه، حسب حاجه ما حسبش حاجه خلاص، انا مركز في اللي انا بعمله. طول ما انا مركز في اللي انا بعمله انا مش هدي فرصه للحكم حتى لو هو ضدي في حاجه ان هو مش هيقدر يحسب حاجه عليا، ما دام انا مش مديله الفرصه دي رقم واحد. ان انا ما ينفعش ادي للحكم الفرصه ان هو يجي عليا اصلا، بغض النظر هو معايا او ضدي او هو محايد، انا طول ما انا ماشي في طريقي ما حدش، من وجهه نظري في الرياضه طول ما انا ماشي في طريقي ما حدش يقدر يجي جنبي، انا ماشي صح. صح. فاوريدي ما ينفعش لو اللعيب والمباراه بتاعت النهارده الحكم هيشوف شغله مش هيغلط. طب كابتن حسام، يمكن برضو يعني كره اليد كل مدير فني ليه استراتيجيه، بيقسم الماتش 10 دقايق في 10 دقايق، وبعد كده يعني الشوط الاول 10 دقايق والشوط الثاني نفس الكلام تمام. سريعا عشان خلاص حتى 4 دقايق يا كابتن، شايف الاستراتيجيات لكل مدير فني ازاي؟ المفروض يعمل ايه؟ المفروض ابتدي الاول بطارق، ابتدي الاول بالاهلي، النادي الاهلي. الاهلي خلاص هو شاف طارق ممكن يبقى هو اتفرج وليه فكر، وزي ما كلنا متفقين هيبتدي بالسرعه، هيبتدي بالجري، يبقى اسلام وجزيري موجودين في الملعب تمام. خلاص دي البدايه بتاعته تمام. هو اول 10 دقايق لازم يبقى مركز انه لازم يبتدي بسرعه ويوقف الفاست بريك او الكونتر اتاك بتاع نادي الزمالك عشان ما يحصلش. هو مش بتاع نادي الزمالك، هو بتاع اتنين لعيبه تمام. ده بالنسبه لطارق تمام. بالنسبه لحسين، حسين ما عندوش حلول الا هي حاجه واحده بس، اللي هو محمد علي الاحمر الدرع. هو ما عندوش، ما هو فقد الشيء اللي يعطيه، هو ما عندوش اللي هي حته بتاعت الجماعيه. برافو عليه، كنت لسه هقولها، اللي هي الجماعيه. لو الاحمر مش موفق، لا ممكن مثلا بشير، حازم، او حسام، اي حد مكان مثلا يعني انا بتكلم اي حد. لوكا ينزل يظبط الملعب، بتحس ان في سيستم في اللعب بتاع نادي الزمالك، بتحس ان في تغييرات، في روتيشن كتير. الكلام ده هل ده احنا بنشوفه؟ احنا ما بنشوفوش. احنا بنشوف الاحمر بصحته، درع بصحته، محمد علي شال، اكرم المره اللي فاتت يا عبد الوارث حط له 5-6 جوان، وكانت حته طه برده كان مقصر فيه. بس فادي السيناريو ده، عايز يعمل حسين، عايز يعمل كل مدرب بقى لازم يحط سياساته، ما هو عايز يعمل فرق كده الاستراتيجيه بتاعته في الدقه اللي حضرتك بتقوله بالظبط. هو عايز يعمل الفرق بتاع الماتش اللي فات. طارق مش هيديله فرصه ان هو يعمل الفرق بتاع الماتش. مين هينجح بقى؟ ده اللي نشوفه في الملعب، واللعيبه هتنفذ تقول ايه. برافو عليك. شايف ازاي يا كابتن؟ خلاص احنا ثواني ونطلع. انا شايف اللي اسلام النهارده، انا شايف كابتن طارق يخليه بره عشان هيحتاجه، لازم كبير في اتنين كبار. فرقه الاهلي كلها صغيرين وبدني يقدر لا يقدر انا بتكلم في الفرقه كلها صغيره وصحه كويسه. لو عملنا الكابتن حسام غريب قال عليه، لازم الجزيري يبقى في الملعب معانا، ابراهيم مصري تقال في الديفنس. الشوط الثاني لازم يكون عندنا اثنين، واحد في الاوفنس في الهجوم، وواحد في الدفاع ابراهيم مصري، والباقي كله شباب. فانا شايف محسن رمضان في الباك رايت يبدا، مش بدراوي، دي نمره واحد. الجزيري يبدا، مش اسلام حسن، مش زي الماتش اللي فات. الشوط الثاني بقى ده وقت اسلام حسن يقدر يمسك الفرقه عشان هيبقى مجموعه كلها شباب. كابتن محمد، انا اختلف مع كابتن كريم بس في نقطه اسلام، ان انا كبدايه المباراه ان انا اول 10 دقائق ربع ساعه
انا لازم اخلص على المباراه. دي بدايه المباراه بالنسبه لي اهلي وزمالك، ان انا اقدر ابقى ليدر في المباراه اول 10 دقائق ربع ساعه انا برتاح نفسيا، ثقتي فرقتي واللعيبه بتبدا ابدا اقفل على ارض صلبه، بعد كده ابدا اريح المجموعه الثقيله، ابدا الشوط الثاني افنش بنفس الشكل اللي انا بدات بيه، بعد نهايه المباراه بيبقى ليها حسبه تانية على حسب المباراه ماشيه ازاي. تمام يا كابتن، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، ويعني فاصل هنطلع فاصل اعلاني وبعد كده هنروح لارض الملعب ومعلقنا الكابتن محمد عفيف لنقل احداث المباراه، مباراه الاهلي والزمالك في نهائي دوري المحترفين لكره اليد والتي تقام على صاله او مجمع دكتور حسن مصطفى في تمام الساعه 10. نتقابل بين الشوطين باذن الله.